طالع يا باشا. سلام متجمع يا يارا. يارا سلام متجمع. يلا اوفا. يلا يلا انا جاي اهو. يلا انا جاي. يلا انا جاي. يلا عبد الله. يا عبد الله. يا رب ثواني يا جماعه. ثواني يا جماعه. ثواني. السلام عليكم. هتسجل معاكم. بسرعه. السلام عليكم. لا اله الا الله. محمد رسول الله. يلا ايت المبروك يا ورا. جماعه من اسئله المجمع هو في ايه؟ لا يا جماعه انا مش سامع. ايه ده؟ هنا مجمع وهنا مجمع. يا احمد يا مفتح. يا عبد الله خد المايك ده. خد المايك ده. العرض برضه ان شاء الله مسلسل حلنج في رمضان. عايزين نعرف بقى طريقه الدور في تفسير. انا ما اعرفش حاجه عن الدور لسه. انا كنت لسه ولكن انا الدور ما اعرفش عنه حاجه. مسلسل ما اعرفش عنه حاجه لسه. مسلسل بيتكتب يعني. طيب الدور بقى ان شاء الله في حاجه من مع التغيرات اللي بتحصل. هايتن هايتن عينك معانا.
بتحسبوها تسمع سؤال. شوفي الفيلم نازل اللي يعتبر مش في سيزون. انا هقول لك انا شايفه ان الافلام الخليجيه عموما مش اصعب الحاجات. نزلوا مايكات شويه. لان انت سهل تبكي الناس معاك لكن مش سهل تضحك. والفيلم بتاعنا احنا بنقولش ان هو فيه رساله وكومبليكيتد وبتاع، احنا بنقول صافي حاضر صافي اللوجا صافي لا انا نزلت ربع عليها انا غلطان صافي غيرنا حتى المايك بتاعنا اليوم سرقه محمد راجع يا محمد يا راجع هينزل سنة بقى سنة صغيرة ما هذا في دماغ صافي كده بيتكتب اللي هيحدد اشتراكي في المسلسل من عدم هو الدور اللي قدام مغرى فان شاء الله السكريبت يخلص اقراه واقرر في فيلمين اتنين او في فيلم تاني ايه بتشيب طيب بتكلم عنه شيب شايف مسلسل كمان اسمه هيتعرض قريب برضه ان شاء الله صافي سنة يمين ماشي I'm going to go to the next one. ايه نوعيه الاغاني اللي انت شايفه انك شاطره فيها وهتعملي منها كتير؟ بس انا مدفع اللغه فوق. انا شايفه ان انا كل مره بجتهد كل مره مواظبه على تدريباتي الصوتيه وكل مره بختار اغاني كويسه واغاني اتعلم مع الناس اكيد ده هيوصلني اللي انت بتتكلم فيه ان شاء الله. شايف انك يا بقى انا معلش. تعالى كمان عملت الصف كفايه كفايه تعالى فيديو بعد كده يلا 50 دقيقه 50 دقيقه تعالى فيديو انا عملته بس انا عملتها عادي مش شرط ياخدها كده ياخد انت عايز تشوف ايضا في الفتره الاخيره قللت وجودك على التيك توك هل ده عشان تركزي في شغلك اكتر ولا ترجعي تاني للتيك توك واللايف لا خالص انا على التيك توك كان عندي برنامج بس مسجله مع الكلاب كنت بطلع لايف تقريبا كل اسبوعين بره في الرد او في التعامل مع الرد بصي انا مقتنعه بحاجه ان طول ما انا برد طول ما الموضوع هيفضل مستمر والناس